أراكم جميعا في هذا القطر الذي يقدم الصورة الجميلة التي تحتضن كل الأديان في محبة وفي خير. ما أحق العالم الآن إلى المحبة العملية والسلام الحقيقي. لقد عانت مصر والمنطقة العربية كلها ومازالت تعاني من الفكر المتطرف الناتج عن فهم الخاطئ للدين، والذي أدى إلى ما نواجهه اليوم من عنف وإجرام وإرهاب، والذي جعله من أخطر تحديات العيش المشترك. أود في هذا السياق أن أطرح على حضراتكم ثلاثة محاور أرى أنها تضع المشكلة أمام عيوننا وتضع أيضا مداخل الحل. يعتبر الفكر المتشدد والمتطرف والعنف الناتج عنه من أهم التحديات التي تواجه العيش المشترك. هناك الإرهاب الديني، الإرهاب البدني المتمثل في حوادث القتل والتفجيرات المتتالية التي تستهدف المؤسسات الوطنية والوطن كله، مما يروع حياة الأبرياء. وهناك الإرهاب الفكري المتمثل في فرض الفكر والرأي بالقوة والهجوم على المقدسات والمعتقدات الآخرين مع تكفيرهم وتسكيت الممارسات الدينية لديهم.